نزلوا مقادير العصير. بسم الله. انا عندي للعصير ده هستخدم ايه؟ عندي لبن وعندي زبادي، اقدر ازود لبن واقدر استخدم الزبادي بس لو انا عايزه، مفيش مشكله خالص. عندي كيوي وعندي موز وعندي عسل ابيض، وهحط زبادي وممكن ازود لو حسيت ان القوام تخين ازود واخف بشويه لبن. انا هعمل ده بالعسل. خلاص انا قلت، انتوا ايه مش معايا ولا ايه؟ طيب هاخد كده الكيوي. لا يا فندم، لا انت تؤمر يا فندم، خليني بس ايه نظرا للشك يعني اقطع دي مثلا قطعتين، فممكن تبقى الكيويه نفسها ناشفه شويه. وطبعا اي فاكهه عندنا تكون شويه ناشفه مش مستويه 100% يعني ممكن ايه نقطعها افضل، او تدخل معانا جوه عصير. جبنه كانتالوب وطلع طعمه مش قد كده. الكانتالوب ينفع قوي مع الكيوي وينفع مع الموز، يتضربوا مع بعض معاهم عسل ابيض وبرده زبادي. يعني تبقى ممكن قطعه افوكادو. طيب عندي كده هنا هحط الزبادي. بسم الله. اول حاجه عندي علبتين زبادي مثلا، هم 80 جرام يعني كوبايه زبادي، كوب من الزبادي. وعندي العسل، دول حوالي معلقتين كبار مليانين عسل ابيض، وانا افضل العسل عن السكر اهو. والله اصح كتير. وخلينا ناخد كده موزتين حلوين، برضو الموز اللي على اخضر. صح. ناخد موزاية حلوة وموزاية كمان، والموز متوسط يعني، اما هما اتنين كده وسط، يا اما ناخد واحدة كبيرة من الايه الموز المستورد. وهاخد كده الغطا وهشوف انا وانا القوام بيتضرب انا محتاجة هزود لبن من فوق هنا. حاضر كده. بسم الله اهو. هنبدأ بقى نحط شوية لبن عشان نزود العصير ونخفه شوية. أهو أهو. أهو أحلى عصير كيوي بالموز والزبادي والعسل الأبيض. رائع. ولو عندنا حتة أفوكادو يا ريت تحطوها هي كمان صغنونة. بصوا الجمال، طبعا عصير رائع.